نعم، شهدت محافظة إدلب الليلة الماضية تحليق مكثف لطيران الاستطلاع تبعه سرب من الطيران الروسي، والذي أثار على بلدة معاشورين شرق مدينة معرة النعمان. نتج عن هذه الغارات فقدان 19 شخص لحياتهم، أغلبهم من الأطفال والنساء، ومن بينهم عائلة كاملة من نازحي ريف حماة الشمالي، تحديدا من بلدة خطاب، وتجاوز عدد الجرحى 30 جريح، بالإضافة لدمار كبير في المنازل والممتلكات. أيضا اليوم لم يختلف كثيرا، حيث شهد الريف الجنوبي الشرقي غارات مكثفة على كل من بلدة أبو دالي والمشرفي، والتي شهدت معارك عنيفة استطاعت هيئة تحرير الشام والفصائل الأخرى من صد محاولة تقدم قوات النظام عليهما على القريتين طبعا، المشرفي وأبو دالي. كما استطاع أعلنت هيئة تحرير الشام عن مقتل ضابط ومجموعة من العساكر أثناء محاولاتهم التقدم على محور قرية المشرفي. أيضا في الريف الشرقي شهدت قرى العمارة وتل أغر ووادي شحرور والمراجب غارات متتالية من قبل الطيران الحربي الروسي. طبعا هذه الغارات هي تمهيد لقوات النظام لفتح طريق لهم يمكنهم من السيطرة على قرية تل أغر. وبالرغم من كل هذه المحاولات وكل هذه التمهيد، لم يتمكن من التقدم والسيطرة عليها.